تمكنت عناصر الدرك الملكي بشفشاون مؤخرا من حجز 4 أطنان من القنب الهندي و100 كيلوغرام من نفاية القنب الهندي و4 كيلوغرام من مسحوق الشيرة في عملية تفتيش لمنزلي مروجي مخدرات بباب برت. وفي بادرة هي الأولى من نوعها يمكن للفلاح اليوم أن يستفيد من عملية حرث الأرض مجانا ومن اقتناء البذور المختارة مجانا أيضا على أن تستخلص المصاريف في عملية الحصاد. تسهيلات تقدمها وزارة الفلاحة لأول مرة والنموذج من جهة الشوية. الروبورتاج لحسن الحماتي. مساحة هذه الأرض الواقعة بمنطقة برشيد تناهز 100 هكتار يملكها حسن بن كروم. حرثها في هذه السنة يختلف عن السنوات الماضية بحيث تكلفت بالعملية المجموعة ذات النفع الاقتصادي للتنمية الفلاحية في إطار عقدة تربطها بهذا الفلاح، فبعد الحصاد تتكلف المجموعة بتسويق الحبوب. الفائدة من العملية ديال المخطط الأخضر هو التأطير ديال الفلاح والإعانة ديال الفلاح بالحرث بالجرار والثمار، والحمد لله ديز مزيان الحمد لله. الفلاح بالخلطه اش خصو يدير؟ الفلاح خصو يجي عندهم ويجي للمركز الفلاحي. كاين طلبات، في الاول كان المشكل ديال الفلاحين وجدنا لهم الخطاب يجيو نخرطوا، ولكن ملي الفلاح كيشوف بحال ما كانش واحد تيق في واحد في الاول البدايه ما تيقش بان كل شيء غتعطاه فابور من الحرث حتى الحصاد كاين ممكن يكون تمويل 100% وحتى يدفع لهم المحصول ديالو عادي يحيدوا لي داكشي اللي عطاوه. طيحه شي سته طيحات الماكينه هي ما خدامينش اليوم. زياره محمد العربي للمركز الفلاحي لبرشيد الهدف منها هو الاستفاده من البذور بعد انخراطه في مخطط المغرب الاخضر، فهو يطمح وكباقي الفلاحين الشباب الى الرفع من انتاج الحبوب من حيث الكميه والجوده. دابا المساعده اللي هي انهم تيفورنيوك من الزريعه من لونغري من المبيدات من هادشي اللي كاين. بالنسبه للحرث حنا عندنا الماتيريال ديالنا تنحرثوا به. عدد الهكتارات التي استفادت من عمليه الحرث والزرع يصل الى 3000 هكتار بالشاويه، وقد تم التركيز على هذه المنطقه من المغرب باعتبارها الخزان الاول للحبوب واستفادتها من التساقطات المطريه. المبتغى من هذا الشيء هذا وهو نحسنوا الجوده ديال المنتوج ديال الحبوب ويتم التحويل ديالها في المصانع محلية، وهنا تيبان العملية ديال الإدماج ديال سلسلة الحبوب من البداية ديالها إلى النهاية ديالها. إذا هي عملية مهمة جدا وتنتمناو تعرف النجاح وتعرف التوسيع في السنوات المقبلة إن شاء الله. كما ينص مخطط المغرب الأخضر على تأطير الفلاحين وتحسيسهم للرفع من الإنتاج، لكن التركيز على المساحات الكبيرة قد يحرم صغار الفلاحين من الاستفادة من المخطط نظرا لامتلاكهم لأراضي صغيرة غالبا ما تعتمد على وسائل إنتاج عتيقة لا تواكب التحولات التي تعرفها الفلاحة اليوم. كما أشرنا في العناوين لمزيد من التوضيح نستضيف في نشرتنا السيد فلون حميد عن مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة. أهلا بكم. شكرا سيدي. اللي شاهد الروبورتاج الآن من الفلاحين غادي يتسأل كيفاش ممكن نكون أنا واحد من هؤلاء المستفيدين وفين خصو يتوجه هذا الفلاح؟ يعني كجواب على مباشر على السؤال ديالكم، يعني الموضوع اللي كيتطرق له اللي جاب به الروبورتاج هو يعني عمليات كتندرج في اطار عقد شراكه بين يعني المجمع وبين المنتجين، يعني حسب نوعيه العقد اللي كتجمع بين عدد من المنتجين والمجمع. يعني المجمع يعني يتكلم على مجانيه يعني بعد العمليات الفلاحيه واقتناء عوامل الانتاج الى اخره، يعني على حسب نوعيه العقد هو كيتسمى بالتمويل القبلي، يعني التمويل القبلي من طرف المجمع لفائده المجمعين اللي كينضوي في اطار مشروع تجميعي. كيفاش ممكن هذا الفلاح يوصل لهذا المجمع؟ واش وزاره الفلاحه كتقترح مثلا شركات او اشخاص معينين، ام انه الفلاح خصو يبحث هو بنفسه على هذا المجمع؟ اللي يمكن يعني نركزوا عليه يعني ناكدوا عليه هو انه هذه العمليات هذه كتندرج في اطار مشاريع، وهذه المشاريع راه هي مندرجه في مخططات جهه فلاحيه جهويه اللي تم يعني تم ادراجها في اطار محطه المغرب يعني على الصعيد الوطني. وهذه المشاريع هذه
يتم اقتراحها وهي اللي كتحدد مشاريع، كتحدد يعني فيها، كتحدد المنطقه، عدد يعني المنتوج الفلاحي المستهدف، عدد يعني عدد الفلاح اللي يمكن لهم يندرجوا، المساحه الى اخره. يعني انا يعني الفكره هي فكره مشروع، خص يكون مشروع، وباش يكون هذا المشروع لابد من طرفين، هو المجمع والمنتجين والفلاحين. يعني هذا شرط باش نبسطوا لهاد الفلاحين، واش هاد الفلاح ممكن يتوجه مثلا للمندوبيه وزاره الفلاحه في المنطقه اللي متواجد فيها ويلقى يعني الشخص هذا المجمع ولا هذا باش يوصل لهاد العقد الشراكه اللي يجمعوا ما بين المجمع هما رجع يعني كجواب مباشر. يعني بالنسبه يعني المنتج باش يستفد، يعني هناك اول هذا يخص يكون مشروع كتقوم بتأطيره ومواكبته المصانع الخارجيه لوزاره الفلاحه، وكيكون مجمع معروف، وبعد ذلك يجب يتم يعني يعني كما كنقولوا يعني التعرف على المجمعين على المنتجين. هذه الفكره ديال تجميع المحصول هي فكره جديده كتقترحها اليوم وزاره الفلاحه والموسم الفلاحي ينطلق، شنو الهدف منها؟ هل ربما لقطع الطريق على المضاربين في نهايه الموسم الحصاد؟ شكرا سألكم. انا في الاول بغيت نعطي واحد التعريف على يعني على هذا المفهوم ديال التجميع، لانه هو مفهوم جديد جاء به مخطط المغرب الاخضر، واللي كما قلت انا كيتمحور حول شراكه، يعني شراكه بين عدد من المنتجين والمصنعين. والهدف كما جاء في الريبورتاج هو تحسين الانتاجيه والجوده، وكذلك يعني الاستجابه لمتطلبات السوق. اذا هنا يعني وكيكون عباره يعني مشروع، هناك عقد شراكه بين طرفين كنأكد عليها، خص لابد يكون مجمع ويكون منتج. السيد حميد فلون عن مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة، شكرا لكم على هذه التوضيحات. نبقى في المجال الفلاحي دائما ونتحول اللحظة إلى إقليم الناظور ولاد مغار. المنطقة فلاحية بامتياز رغم صغر مساحتها ونقطة القوة تتجلى في خصوبة تربتها التي تنعكس محصولا، لكن الزراعة السقوية مهددة اليوم بما يعرف بالجريحة. فؤاد العزوزي وروبرتاج.